صباح الخير عليكم البنات، نهاركم مبروك ان شاء الله يا رب العالمين. نبداو الفيديو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيتكم بالوصفة تاع الشيفلور. كما راكم تلاحظوا هنا اختصرت لكم الفيديو، نقيته وغسلته وشللته بالماء والخل، يعني باش اي زعما نقولوا دود ولا فيه نتخلصوا منه. قطعته بهذا الشكل عشوائي لخاطر راح نفوروه من بعد نمرسوه. دوك تشوفوا الوصفة للاخر. هنا عندي الزيتون، كنت شريته ليله من قبل، بيتو في الماء تخلصت من الملح تاعو، والدجاج بيان سور. اول حاجه نبداو بها هي الشيفلور. بعد ما غسلته حطيت فيه هنا ورق تاع الرند، ونزيد نحط فيه سنينات تاع الثوم بهذا الشكل، ونديروا له عصير قارص. اليوم راح نفوروه ما نغليوهش، يعني باش ما يكونش فيه نسبه كبيره تاع الماء. كي تفوروه راح يكون فيه نسبه قليله تاع الماء، دونك هنا وتتحصلوا على نتيجه مليحه. دونك هنا راح تجي الوصفه تاعكم مليحه. هنا نعصروا عليه القارص من هاي طيب ابيض، ومنها نتخلصوا من الريحه ديالو. نعرفوا كامل باللي ريحته شويه قاسحه، دونك هنا بهذه الطريقه راح الريحه تاعو ما تكونش قاسحه كيما نقولوا. هنا بعد ما قطعته وغسلته ودرت له الرندو والثوم والقارص، نحطوه يفور باش نجوزو نوجدوا لاصوص على بركه الله. هنا بعد ما حطينا الشيفلور تاعنا يفور، نجوزو نوجدو لاصوص ديالو. هنا عندي اطراف تاع دجاج، عندي الزيتون. نعرفو الشيفلور فيه نسبه كبيره تاع يعني كي ناكلوه راح يدير لنا نسبه كبيره تاع الغازات، دونك هنا نقصو الحميصه نعوضوها بالزيتون. كيما تعودتو معايا انا الزيتون نبيتو ليله ولا ساعتين مقبل في الماء، يعني بلا ما نغليه ويفقد اللون تاعو. هنا عندي اطراف دجاج قلنا، عندي هنا الزيتون دينوايوتي، نحيت له الملح، تخلصت من الملح بطريقه يعني شروه مقبل بساعتين، شلوه وديروه في الماء من بعد صفيوه وطيبوا به مباشره، ما راحش يجيكم مالح ويتخلص من الملوحيه تاعو. عندي هنا حبيبه بصل كما راكم تشوفوا فيها ربيتها. عندي هنا زوج سنين الثوم، عندي كميه من المهكارين، عندي هنا اوريق رند، للاسف ما عنديش الزعتر. عندي هنا كميه تاع الفلفل الاسود، عندي كميه تاع الكركم ولا الزعفران، هذا الشيء يرجع لكم. نعرفوا الكركم دواء سورتو رانا في فصل الشتاء، مليح بزاف لاغورش سورتو اللي عندهم السعله. عندي هنا كميه من راس الحانوت، نديروا الملح. الملح هنا البنات حسب الذوق وروحوا معاه بالعقل، يعني باش ما تجيكمش ماكلتكم مالحه. نزيد هنا قسم غرفه تاع زيت بسم الله، وندو الكل يتقلى فوق لا كويزينيير حتى يتقلى لي مليح. هنا بعد ما تقلى لي الدجاج مع الزيتون والبصل والثوم مع لي زيبيس اللي ضفناهم، هنا نجوزو نمرقوهم. بالنسبه للتمرق ما راحش نحتاجو بزاف لاصوص في هذا الطبق. نعرفوا الدجاج يعني تقريبا تخلو طياب، انا نقليه بيان، دونك هنا التمرق راح يكون في نص الدجاج، ماشي حتى نغمروا الدجاج كامل بالماء. خلوه يطيب على نار قليله ونجوزو نوجدو الشيفلور تاعنا. هنا بعد ما مرقنا لاصوص ديالنا نجوزو الشيفلور تاعنا. هنا درت مع سنين الثوم في الاول فارو معاه، نجوزو نمرسوه بهذه الطريقه، يعني حتى نمرسو الكميه كامل. تحبوا اللي ما عندوش هذه الاعداد عفوا يمرس بالفرشيطه. هنا بعد ما مرسنا الكميه كامل كما راكم تلاحظوا هنا بهذا الشكل، نجوزو نضيفوا لها بقيه المكونات. هنا نضيفوا زوج مغارف فرينه، الا كانت متوفره عندكم لا شابلور ضيفوا لا شابلور، للاسف في بالي عندي هي خلاصت، دونك هنا راح نعوضوها بلا فارين. قلنا زوج مغارف كبار على حساب الراس تاع الشيفلور اللي تستعمله. هنا نضيفوا مغرف تاع جبن كيما راكم تلاحظوا هنا، ولا عوضوها بجبن الكاغي هذاك، اي جبن يكون متوفر عندكم الفونجو استعملوه. هنا درت له مغرفه معمره مليح، يعني قد ما تضيفوا له الجبن راح يجي بنين. انا الشيفلو نحب كيما نقولوا حنا نعطره مليح، دونك هنا راح نزيد له مكعب مرق الدجاج، راح يمد له بزاف بزاف ذوق بنين. نعرفوه باللي هو صامط، لو كان ما يدوزنش مليح ما راحش يجي بنين، بهذه الطريقه راح يجيكم بنين ما شاء الله. هنا عندي معدنوس، يعني كميه لا باس بها، نجوزو نقطعوها بهذا الشكل. انا ما نحبش نحي الغصان للمعدنوس باسكو فيه فايده كبيره، دونك هنا يعني نقطع بالغصان ماشي كامل، ولكن ندي كميه منهم بالاوراق.
هنا قلت لكم نعاود لكم البنات قدمت لك هو الشيفلوغ تاعكم راح يمد لكم ذوق ما شاء الله. نكمل التقطع تاع المعدنوس كامل بهذه الطريقه ولا قطعوا بالسكين يعني الموجود عندكم في البيت. احنا بعد ما قطعنا المعدنوس نجوزو نضيفوا له التوابل كما ضفناهم في القدره. عندي هنا راس الحانوت تحبوا يعني بالنسبه للتوابل ضيفوا اي تابل تحبوه. عندي هنا شويه تاع الكركم بالنسبه للملح ما راحش ندير له باسكو لاصوص فيها الملح والجبن فيه الملح دونك هنا نستغنى عليه. بالنسبه للكمون اللي يحب يضيف يضيف يعني راح يمد له ذوق ما شاء الله. هنا بعد ما ضفنا جميع المكونات هنايا نجوزو نخلطو كامل لي زانغغيديون اللي ضفناهم مع بعض. هنا البنات اذا شفتوا الشيفلوغ تاعكم يعني مازال شويه ما يتشكلكمش كويرات تنجموا تزيدوا له لا شابلوغ ولا الفرينه. انا اليوم خدمت بالفرينه دونك هنا يعني الا شفتوا شويه جاري نزيد له الفرينه. نخلطوا كامل هذه المكونات مع بعض حتى ينسجموا. هنا بعد ما تخلطوا لي كامل المكونات مع بعض احنا نجوزو نسيو ينبول بهذا الشكل ونشوفوا اذا يعني تشكلت لنا بسهوله ولا يعني نزيدوا لها لافارين. انا هنا تشكلت لي بسهوله دوك نجوزو مباشره على بركه الله نجوزو باش نقليوهم. هنا البنات للضروره احكام يعني لا غوسيت هذه مبنيه على لا شابلوغ صراحه نستعملوها في الشوفلوغ ونستعملوها في القليان دونك هنا رحيت شويه بهذه الطريقه درت لها شويه برك راس الحانوت يعني باش نتحصل على نكهه شابه. دوك انا هنا نكمل نرحي حتى نتحصل على القوام اللي يعني حباته. تنجموا تخبوا الخبز اليابس وتستعملوه في الوصفات اللي كيما هكا خير من اللي تشروها من برا وميم طون ما نرميوش الخبز. هنا البنات نجوزو نقليوهم على بركه الله. هنا عندي الفرينه عندنا البيض وعندي لا شابلوغ اللي قلت لكم رحيتها بشويه راس الحانوت باش نكهها فقط. وكانت عندي زعتره نضيف لها الزعتره. واش نديرو هنا نجوزو نشكلو ديبول بالحجم اللي رانا حابينه تحبوا كبار تحبوا صغار. انا شكلتهم بهذا القوام يعني املاح ماشي كبار كبار ماشي صغار صغار. نديروهم هنا في لافارين هنا يعني مانيش آلاس في الخدمه. نخلطوا البيض تاعنا بسم الله. ما حبيت ندير نضيف له حتى اضافات باسكو يعني الحاله راهي معطره فوق القانون دونك هنا نستغنى ونخلو البيض على حاله. نحي هنا من لافارين كما راكم تلاحظوا نضيفو في البيض نرمدوه في البيض بهذا الشكل. انتم خدموا آلاز باسكو انا راني في مكان ضيق دونك هنا يعني سعفوني. هنا نقطروه كامل من البيض الزايد ونحطوه في لا شابلوغ باش نجوزو نقلوه في المقله اللي كنا ديجا درنا فيها كميه من الزيت وحطيناها تسخن. دوك ندير انا هنا زوج ولا ثلاثه ونجوزو نقليو على بركه الله. هنا سييت الزيت بكميه تاع الشيفلوغ باش نشوفو اذا سخن. هنا الكريات تاعنا باش بعد ما نحوهم من لا شابلوغ نعاودو نسويوهم هكذا باش يجونا ديبول شابين ونحطوهم في الزيت. الشرط الاساسي في هذه الوصفه ثاني المقله ما تكونش تلصق باش يخرجوا لكم لي بولات تاعكم ولا لي كروكات تاعكم شابين. شوفوا البنات بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامل من ناحيه تاع التشكيل تاعها ومن ناحيه تاع القليان. في بالنسبه للقليان البنات ما تغفلوش عليهم قلوهم في الدوغي وقلوهم لي دو كوتي. دوك انا هنا نقليهم كامل نديرهم بحجم واحد ونقليهم بشكل واحد. هنا بعد ما بداو يتحمروا لي وتحصلت على اللون اللي راني حباته شوفوا بهذا الشكل هنا نحوهم. وجدت هنا اسيات فيه بابي ابسوربون باش نقطروا فيهم هاد لي كروكات. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها ما شاء الله. دوكا احنا نكملهم كامل بهذه الطريقه طيب لاصوص نحي الدجاج نزيد نحمره وتشوفوا يعني الطبق في الشكل تاعو النهائي. هنا البنات الحاجه المليحه في هذه الوصفه انه الشيفلور تاعكم ماشي كيما مضاري نقلو الشيفلور العادي يعني يدير الرغوه الزيت ويبدا يفيض. شوفوا قليت الكميه كامله راني تقريبا نكملها ما فاضليش الزيت ومازالو انتاكت دونك هنا يعني الوصفه هذه هي الميزه اللي فيها تاني مليحه. Thank you.
احنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل النتيجه اللي تحصلنا عليها هذه هي. ندني لكم لاسيات تاع لاصوص، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، لاصوص ملبيه بنة، ريحه تحفه، يعني الشكل لو يتحدث عن نفسه. بالنسبه للي كروكيت هذه هي النتيجه تاني اللي تحصلنا عليها، جو ما شاء الله. بالنسبه للتزيين على بالي السيدات الجزائريات ذوق تاعهم رفيع بالنسبه للتزيين. على بالي علاش راح تقولوا هنا كيفاش قدمتهم هكا، يعني هو بلا نورمالمون يكون ان ميلونج بين لاصوص ولي كروكيت، مي هما علاش اسمهم لي كروكيت؟ باش يقعدوا كروكون، يقعدوا هنا هذه الطبقه تجي مقرمشه. دونك هنا لو كان ندير هاد لي كروكيت في لاصوص راح يطراو فوق اللازم مع لا شابلور مع لا فارين، دونك هنا ما راحش نتحصل على النتيجه اللي يعني حبتها انا. هنا كيفاش نديرو؟ تقدموهم بهذا الشكل، وكل واحد يحب ياكل يدي لي كروكيت تاعو ويدي لاصوص مع الدجاج، يعني وياكلهم سور بلاس باش يتحصل على هذاك الذوق الكروكا والبنه البنينه، يعني ما يجوش طريين فوق القانون. انا شخصيا ما نحبش حاجه طريه فوق القانون. نقول لكم جربوا الوصفه ما راحش تندموا عليها. النتيجة تاعها راهي مضحة هنايا. نقولكم صحة عشاكم، اتهلاو في رواحتكم. الوصفة الجاية، سلام سلام.